من فترة قريبة نزل على واحدة من المنصات العالمية فيلم كسر الدنيا اسمه Mother Android، والفيلم كان بيحكي عن قصة ازاي الذكاء الاصطناعي في مرحلة ما دخل في كل حياة البشر وفجأة وبدون أي مقدمات. التطور الرهيب فيه أدى لتدمير الكوكب كله بشكل كامل ونهائي ورجع الحياة على كوكب الأرض للبدائية. الحقيقة أن وقت ما نزل الفيلم وانت بتتفرج عليه كان ممكن تحس أنه خيال علمي صعب أنه يحصل، ولكن اللي بنشوفه من بداية السنة وخصوصا الأيام الأخيرة يخلينا نبتدي نشك ونقول لا ده الكلام ده فعلا ممكن أنه هو يحصل. والدليل على ده أن من أكتر الحاجات اللي متصدرة الترند عالميا خلال الأسبوع اللي فات هو قصة تشات جي بي تي، وده باختصار برنامج معتمد كليا على الذكاء الاصطناعي وبيعمل حاجات تقدر تقول عليها كده انها خرافيه. يعني مثلا تقدر تطلب منه ان هو يكتب لك موضوع معين ويكتبه بشكل احترافي، استحاله تقول انه مش انسان اللي كاتبه. حاجه تانية ممكن ان هو يالف ويلحن الاغاني كمان ويكتب الاعلانات وكمان يقوم بدور موظف الموارد البشريه ويعمل كمان مقابلات. اما لو كنت بروجرامر مثلا فهو يقدر يكتب لك الاكواد الخاصه بلغه البرمجه اللي بتستخدمها، او مثلا يشتغل معاك مدرب لياقه بدنيه. طيب هل ده بس الحاجات اللي ظهرت من اول السنه ليها علاقه بالذكاء الاصطناعي؟ اقول لك لا. براند، دي اداه اسمها براند اتصدرت الترند خلال الاسبوع اللي فات وبقت تعمل كل اللي فات ده، بالاضافه انها كمان قادره على تكوين صداقات مع البشر. يعني ايه؟ يعني لو انت مالكش اصحاب هتلاقي صديق من الذكاء الاصطناعي في كل المواصفات اللي انت عايزها، ويقضي معاك يومك ويحكي معاك وتحكي له عادي جدا. وده بالظبط اللي كان حاصل في فيلم هير العالمي الشهير. في قصه تانية من حوالي شهر كده في نوتنغهام في بريطانيا، في الوقت اللي كان الناس واقفين بيدفنوا فيه سيده اسمها مارينا سميث ماتت وهي عمرها 87 سنه، اتفاجئ الناس بيها بتظهر قدامهم وبتكلمهم وبترد على اسئلتهم. طيب ازاي ده حصل؟ ده حصل بتقنيه الهولوجرام. طيب اللي ما يعرفش يعني ايه هولوجرام يا جماعه، هو واحد من التقنيات الحديثه اللي تخليك تشوف الشخص قدامك كانه حقيقي. يعني مثلا ممكن تحضر حفله للست ام كلثوم مثلا بالتقنيه دي وكانها موجوده بجد وواقفه على المسرح بتغني. تخيل، احنا شفنا الحاجات دي كتير على السوشيال ميديا وحصلت قبل كده في الاوبرا. المهم ان المفاجاه اللي سببت حاله من الرعب للناس اللي كانوا حاضرين الجنازة انه كل الناس كانوا حاسين انها فعلا شخص حقيقي واقف قدامهم بالفعل، مش حاجة معمولة بالذكاء الاصطناعي، لدرجة انها كانت بترد على اي سؤال يتسأل لها. طيب طبعا حد ممكن يسأل ازاي الرد حصل. القصة ببساطة ان الشركة اللي صممت الهولوجرام عن طريق الذكاء الاصطناعي برضو جهزوا الاجابة عن 25,000 سؤال ممكن يتسألوا ليها، وبالتالي الموضوع ظهر كأنه طبيعي جدا. ولو قعدت احكي لكم عن الامثله اللي ظهرت من اول السنه دي محتاجه حلقات مش فقره واحده، عشان كده هيكون معايا دلوقتي مداخله من احمد السخاوي خبير امن المعلومات عشان نعرف منه تفاصيل اكتر عن الموضوع ده. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ عماد. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. حضرتك سمعت طبعا يعني انا عايزه اقول لك ان الموضوع بقى حاسه ان كل حاجه ممكن تحصل. يعني زمان كنا نقول، يعني انا في حاجه كنت قريتها الاستاذ مصطفى محمود انه في سنه 1966 كان بيقول ان في موبايلات هتطلع في سنه 2000، والناس كانت بتضحك على الموضوع ده. فدلوقتي بقيت حاسه ان كل حاجه وارده انها ممكن تحصل. حقيقه طبعا حضرتك اسلفت الذكر مقدمه مهمه جدا عن ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والبيج داتا كمان. يعني حضرتك ذكرتيها كاكزامبل كده، وهو عدد الأسئلة اللي كان تم تغذيتها للست اللي كانت متوفية في بريطانيا. وبنتكلم كمان على إنترنت الأشياء اللي هو الاي او تي. مبدئيا الثلاث حاجات دول مهمين جدا وبيغذوا كل قطاعات التكنولوجيا الفترة القادمة. أولا شات جي بي تي اللي حضرتك أسلفت الذكر واتكلمنا عنه، هو منصة نقدر نقول معتمدة على الذكاء الاصطناعي، تم تغذيتها ببيج داتا كبيرة جدا جدا جدا، وخصائص تعليم عن طريق الذكاء الاصطناعي كبيرة جدا جدا. بنتكلم هنا ان احنا عندنا آلة، عندنا معلومات وهي البيج داتا، عندنا اي او تي وهو فكرة ان يبقى في ديفايس موجود في الباك اند بيشتغل، بيقدر ان هو يديني اجابات على الاسئلة اللي انا بطرحها، وفي فكرة ان انا اقدر اتعلم. طيب تمام، كل ده دي بشكل مبدئي. طيب فكرة شات جي بي تي ايه؟ الفكرة نفسها من الويب سايت ده اللي بقى موجود، وطبعا عملته شركة اوبن اي اي،
معايا. ايوه طبعا ده كان منصة بحثية كبيرة جدا، دفعت فيها بعض الشركات الكبيرة زي مايكروسوفت، دفعت مثلا مليار دولار، بنتكلم طبعا في مبلغ ضخم جدا. طبعا اشترك فيه اكتر من حد زي ايلون ماسك، كان من احد الفاوندر لحاجة زي كده. كان في بعض الملاك والرؤساء لحاجات زي لينكد ان وزي تليجرام وات ايفر، بقى بنتكلم فيه كبار 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 وعظماء التكنولوجيا حول العالم. نتكلم ان الذكاء الاصطناعي الفتره دي بقى يقدر يقوم بحاجات كتيره جدا مخيفه، يعني وليكن مثلا احنا زي ما اتكلمنا على جي بي تي، يقدر يرد على كل اسئلتي، يقدر ان هو يخمن، يقدر يكتب كود خاص بويب سايت، يقدر ان هو يتواصل معايا كبني ادم طبيعي جدا، يقدر ان هو يعمل كل حاجه. انا بتكلم هنا ان هو حرفيا هو قاعده موسوعيه، كان انا جايب بني ادم بساله ويقدر يرد على اي حاجه، بنوع من انواع الذكاء ونوع من انواع ان انا مثلا سي هنتكلم مثلا في موضوع الترجمه، هندي مثال، في ناس مثلا احيانا بتستخدم ترجمه جوجل وتيجي تحط الكلام اللي عايزه ما تترجمه يبقاش يطلع مظبوط. الكلام في اخطاء في اللغويه، اخطاء بالظبط. مختلفه، حاجات كتير جدا. بنتكلم هنا ان شات جي بي تي قادر يعمل كل ده بدون اي مشكله ايا كانت هي ايه، طيب أنا عايز ودي أسأل نقطة. حضرتك أسئلة، يمكن المشاهد اللي بيتفرج علينا في البيت هيكون هو ده اللي عايز يسمعه. هل ممكن الذكاء الاصطناعي يشكل خطورة على البشر؟ هل ممكن إن هو إحنا نقعد في البيوت بعد كده والذكاء الاصطناعي يشتغل مكاننا؟ أيا كانت إيه هي الشغلانة؟ ممكن ده طيب يحصل؟ احنا هنقسم طبعا هنتكلم ان الذكاء الاصطناعي هنقسمه لثلاث مستويات. مستوى محدود هو المستوى اللي كان موجود في بعض الالعاب، اللي موجود بشكل مبسط جدا ان انا اكتب كود معين لو كتبت على الاله الحاسبه. على فكره الاله الحاسبه هي تعتبر ذكاء، طبعا لان انا مخزن لها بعض الاوامر البسيطه جدا في حدود القدرات المحدوده بتاعتها، وده يعتبر ذكاء. ولكن المستوى الثاني وهو مستوى مخيف شويه اللي احنا بنتكلم فيه قبل المستوى الثالث، وهقول لحضرتك المستوى الثالث ده هيبقى فيه ايه، لان ده يخوف جدا ويخوف الناس كلها. المستوى الثاني هو المستوى اللي احنا بنتكلم فيه حاليا اللي هو شات جي بي تي. بنتكلم ان احنا عندنا مثلا تقنيات زي الهولوجرام المعتمده على بعض الاضافات كده في الذكاء الاصطناعي. بنتكلم ان احنا عندنا في تعليم احيانا بيحصل دلوقتي معتمد على الذكاء الاصطناعي، بيكون فيه روبوتس تقدر ان هي تعلم الاولاد، وده بالمناسبه بيلغي فكره المعلم التقليدي، وللاسف انا بقول كده ولكن ده موجود او بدا يبقى موجود. بنتكلم في السيارات، العربيات دلوقتي اللي انا ممكن ابرمج العربيه بتاعتي ان هي تروح المشوار اللي انا عايزه بدون ما انا اتدخل، واكون سايب التليفون بتاعي كاملا وانا ماليش دعوه باي حاجه، والتليفون بتاعي هو اللي بيدي الاوامر بالعربيه او السياره بتاعتي، والعربيه هي اللي بتتحرك وانا ممكن اكون نايم اصلا. ده موجود. نتكلم كمان فكره ان الصين مثلا، ادي مثال صغير، الصين عملت حاجه جميله جدا. الصين عملت قاضي مزود بكل القوانين وكل الاحكام الموجوده في الصين، وجابت القاضي ده اللي هو عباره عن روبوت بيستخدم الذكاء الاصطناعي. معايا؟ نعم. تخيلي الموضوع مخيف جدا. وجابته بدأ يكون في بعض الجلسات، وبدأ ان هو يتعامل مع المتهم يعني ما يتعلق بدائرة المحاكمة، وبدأ يكون موجود. نتكلم في يعني تداخل يومي للذكاء الاصطناعي. نتكلم حاليا ان في سمارت سيتيز بتقدر ان هي تعرف الشخص اللي داخل عن طريق السنسورز. ده طبعا بيبقى تكامل ما بين الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء. نتكلم في استخدامات يوميه، وده يعتبر الليفل الثاني من ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وان كان ده يعني فوائده او الفايده بتاعته اكتر من اضراره. اخر نقطه، ودي نقطه مخيفه جدا فيما يتعلق بدرجات الذكاء الاصطناعي، ويمكن ايلون ماسك، وده رد على سؤال حضرتك مهم جدا. ايلون ماسك طلع اتكلم من فتره بسيطه جدا، قال لهم يا جماعه الذكاء الاصطناعي ده انا خايف اقول لكم ان هيكون اخطر مليون الف مره. تاني، الذكاء الاصطناعي هيكون اخطر مليون الف مره من القنبله النوويه. طبعا هو ده طبعا مش في عمر ما يعدي كده مرور الكرام الا لما يكون في مشكله. خليني اقول لحضرتك امثله صغيره جدا استدل بالكلام ده فيها. الذكاء الاصطناعي مع مارك مثلا مؤسس فيسبوك قدر ان هو يفهم
ويعملوا شفرة برمجية الذكاء الاصطناعي مع بعضه عن طريق آلات الروبوتس الموجودين، اللي بيعمل شفرة من غير ما يكون الإنسان على علم بيها. ولو جينا هنا للنقطة دي هنلاقيها مخيفة جدا، إزاي العقل الآلي يقدر من خلال إن أنا أغذيله المعلومات دي كلها يقدر إن هو يبتكر طريقة يتواصل مع بعضه بيها ويرد على الإنسان ويقول له أنا مش عايزك تعرف أي حاجة من اللي أنا بكتبه والكودينج اللي أنا بكتبه. طب استاذ ده احمد مخيف جدا. سريعا عايز اسال حضرتك سؤال. شفنا برضو خلال الايام الاخيره الكلام على الاجسام الغامضه اللي اسقطوها في امريكا وكندا، وبعض الناس بيقولوا طب هو ده ممكن حد يستخدمه انه مثلا يعملوا هولوجرام انه يبين ان في حرب وهو مش حاصل حاجه، هل ده ممكن يحصل فعلا؟ ان يحصل صحيح مثلا زي ما جدا بيقولوا جدا غزو جدا فضائي او حاجه؟ صحيح جدا. على فكره ممكن الهولوجرام يخلي اي حد يشك فعلا حقيقي ان يكون في حقيقه للحاجه اللي عينينا بتشوفها. خليني اقول لحضرتك حاجتين بالذكاء الاصطناعي تلخيصا للكلام ده بسريعه. اولا تقنيات زي ديب فيكس وديب نود والافلام اللي احنا بقينا نشوفها كلها المعتمده على الذكاء الاصطناعي في تغيير اللوجو وتغيير الفيديو، وان انا يكون حد اصلا موجود ويظهر صوره وشكل حد تاني، تقنيات حديثه جدا ومدعومه ب يعني تقنيات عالية جدا بدأ من خلالها ان يبقى في ايهام للناس. والمناسبة ده ممكن طبعا فجأة يخليني اشك ان في مثلا مظبوط. معركة بتقوم في الصحراء بين جيوش العالم كله، هو ولا واحد اصلا موجود في الصحراء، انطلاقا من مثلا ما يتعلق بالهولوجرام والتقنيات المستخدمة بالظبط. فيه. استاذ احمد انا بشكر حضرتك جدا. الحقيقه انا مش عارفه الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي رايح بينا لفين، بس ان كل الحاجات اللي كنا بنشوفها في افلام الخيال العلمي بدات تتحقق، واخرها مثلا المحامي الروبوت واللي عملته شركه امريكيه وجهزته للترافع عن المتهمين في ساحه المحاكم زي ما الصين عملت من كام سنه برضو. فاتمنى اننا بما ان كل شيء كنا بنشوفه خيال علمي بقى يحصل دلوقتي، ان ما نشوفش نهايه الكوكب على ايد الذكاء الاصطناعي.